احنا ما عندناش كباتن، لا كل اللي عندنا شيفات طباخين، وبيجي لنا كل شهر زياره من محترفين، زي مثلا بيجي لنا الشيف شربيني في الجيم. في الجيم عندنا محدش بيقول عاش، بنقول كلام محروق ده، محدش بيقول الكلام ده خالص، عندنا قديم الكلام ده، بنقول بقى ايه؟ الف هنا يا وحش. تسلم ايدك يا شيف. بسم الله يا كابتن، اتفضل. نعم شيف شربيني بعت لك الطاجن ده بتاع ام علي، بيقول لك عايزك تتمرني عليه كويس. لا لا، هو الطاجن حلو، بس ده كلام برضو يعني؟ بعت لي معالي، هو انا حلي قبل ما اكل عايز يبوظ لي التمرين ولا ايه؟ لا، هو فين دلوقتي؟ بيجهز هو والشيف حسن لبطوله العالم في الفته. آه. في المطبخ. هي بقت كده يعني. طب يا جماعه روح انت، ساعتين ونص اخلص التمرين بتاعي وراجع لكم. هما فين؟